يعني انا بقول استاذ عبد الباقي انه في الوزارات كلها بتشتغل مع بعض، وانا بتاعت اخبار يعني، فدايما بقول ان كان في تحدي زمان دايما بنقوله الوزارات ما بيعرفوش يشتغلوا مع بعض، او في تحدي انه المؤسسات مش بتتكامل، او اللي حصل في النسخه دي في المهرجان مختلف تماما. انا شايف انه كله بيشتغل مع بعض، كله عايز يخدم كل الناس، اذا كان من خلال النسخه او فكره انه انا احط خدمات علشان المدينه دي مكمله طول السنه. بالظبط. وبعدين هو الفكره كلها ان على مستوى العالم في مدن شغلها المهرجان بس، يعني شغلها بالزبط. مهرجانات بس يعني تقريبا كل اسبوعين في مهرجان في المدينه. مدينه العالمين ما تقلش عن اي مدينه، بالعكس هي مكان ساحر جدا، واعتقد ان الجو معظم شهور السنه جو يستوعب انه يقوم في مهرجانات، مع التوسع العمراني، مع توفر الوحدات السكنيه، توفر الغرف الفندقيه، اعتقد ان ده هيبقى سهل. مهرجان العالمين يعني بيدشن الفكره دي، وفي نفس الوقت الوزارات وشغلها على الارض بتعرف المدينه اكتر، وبتقدر تخدم فيها اكتر، وبتعرف كمان رواد المدينه اكتر. فاحنا نتمنى ان يبقى مدينه العالمين طول السنه مهرجانات، وبندعو طبعا القطاع الخاص يعني للاستثمار في الفرصه دي، يعني الترويج وحجم الاكسبوجر اللي عمله مهرجان العالمين لمدينه العالمين وعلى الساحل الشمالي كله. احنا بنتكلم على ان يعني بشكل كبير او بشكل او باخر، يعني مش هقول كبير ولا صغير، في الاخر دي يعني حكم متروك لصناع القرار. مهرجان العالمين ساهم السنه اللي فاتت في صفقه راس الحكمه يعني، وطبعا دي صفقه غاليه علينا كلنا، والتعاون مع اشقائنا في الامارات. فيعني احنا بنتكلم في مهرجان واحد، لو طول السنه مهرجانات بتاع الساحل الشمالي. بالزبط. العماله اللي زادت، الفنادق اللي زادت، ولسه محتاجين فنادق زياده. يعني اي خبير سياحه يقول احنا لسه عندنا مساحه في الساحل الشمالي. بصي على لو زيادة. سالتي اي خبير سياحه احنا يعني كاعلاميين بنساله، المنافسه على ساحل البحر المتوسط كمدن سياحيه طبعا مدينه العالمين تكسب، الساحل الشمالي المصري يكسب طبعا. اولا المياه والجو وال يعني الطقس طول الفتره طبعا. يعني يعني واحنا خدمنا كمان اللي بيحصل في المدن تانية في البحر المتوسط، انه التضخم او الاسعار الزياده يعني اللي بيحصل بره. طبعا اسعار اسعار مصر عامه في السياحه يعني في كل المدن، سواء المدن اللي في الصعيد اللي فيها مثلا الأقصر وأسوان اللي فيها آثار فرعونية، أو في السياحة الشاطئية، كلها أسعار تنافسية جدا جدا. ويعني بالأرقام حتى وزير السياحة كان بيتكلم خلال جولته الأسبوع اللي فات، أنه أنت بتكلم أن احنا فعلا استقبلنا 104 جنسية لغاية دلوقتي في مدينة العالمين. فأنا أعتقد أنه وده ما كانش موجود على فكرة السنة اللي فاتت ولا السنة اللي قبلها، داخلية. كان قليل جدا لما تشوف جنسيات أجنبية في العالمين، ولكن دلوقتي من العادي، ودي أنا بالزبط. يمكن دي أول مرة يعني أول سنة أشوفها في حياتي، يعني من العادي أنك تشوف في العالمين أو في الساحل الشمالي تشوف جنسيات أجنبية، من جنسيات من دول أوروبية وجنوب شرق آسيا، وطبعا يشرفنا وجودهم طبعا. عندنا في قراصنا يعني. يعني أنا بقول أستاذ عبد الباقي أنه في الوزارات كلها بتشتغل مع بعض، وأنا بتاعت أخبار يعني، فدايما بقول أن كان في تحدي زمان دايما بنقوله الوزارات ما بيعرفوش يشتغلوا مع بعض، او في تحدي انه المؤسسات مش بتتكامل، او اللي حصل في النسخه دي في المهرجان مختلف تماما. انا شايف انه كله بيشتغل مع بعض، كله عايز يخدم كل الناس، اذا كان من خلال النسخه او فكره انه انا احط خدمات علشان المدينه دي مكمله طول السنه. بالظبط. وبعدين هو الفكره كلها ان على مستوى العالم في مدن شغلها المهرجان بس، يعني شغلها بالزبط. مهرجانات بس يعني تقريبا كل اسبوعين في مهرجان في المدينه. مدينه العالمين ما تقلش عن اي مدينه، بالعكس هي مكان ساحر جدا، واعتقد ان الجو معظم شهور السنه جو يستوعب انه يقوم في مهرجانات، مع التوسع العمراني، مع توفر الوحدات السكنيه، توفر الغرف الفندقيه، اعتقد ان ده هيبقى سهل. مهرجان العالمين يعني بيدشن الفكره دي، وفي نفس الوقت الوزارات وشغلها على الارض بتعرف المدينه اكتر، وبتقدر تخدم فيها اكتر، وبتعرف كمان رواد المدينه اكتر. فاحنا نتمنى ان يبقى مدينه العالمين طول السنه مهرجانات، وبندعو طبعا القطاع الخاص يعني للاستثمار في الفرصه دي، يعني الترويج وحجم الاكسبوجر اللي عمله مهرجان العالمين لمدينه العالمين وعلى الساحل الشمالي كله. احنا بنتكلم على ان يعني بشكل كبير او بشكل او باخر، يعني مش هقول كبير ولا صغير، في الاخر دي يعني حكم متروك لصناع القرار. مهرجان العالمين ساهم السنه اللي فاتت في صفقه راس الحكمه يعني، وطبعا دي صفقه غاليه علينا كلنا، والتعاون مع اشقائنا في الامارات. فيعني احنا بنتكلم في مهرجان واحد،
لو طول السنه مهرجانات بتاع الساحل الشمالي بالزبط. العماله اللي زادت، الفنادق اللي زادت ولسه محتاجين فنادق زياده، يعني اي خبير سياحه يقول احنا لسه عندنا مساحه في الساحل الشمالي. بصي على لو زيادة. سالتي اي خبير سياحه احنا يعني كاعلاميين بنساله، المنافسه على ساحل البحر المتوسط كمدن سياحيه طبعا مدينه العالمين تكسب، الساحل الشمالي المصري يكسب طبعا. اولا الميه والجو وال يعني الطقس طول الفتره طبعا. يعني يعني واحنا خدمنا كمان اللي بيحصل في المدن تانية في البحر المتوسط انه التضخم او الاسعار الزياده يعني اللي بيحصل بره طبعا. اسعار اسعار مصر عامه في السياحه يعني في كل المدن، سواء المدن اللي في الصعيد اللي فيها مثلا الأقصر وأسوان اللي فيها آثار فرعونية، أو في السياحة الشاطئية كلها أسعار تنافسية جدا جدا. ويعني بالأرقام حتى وزير السياحة كان بيتكلم خلال جولته الأسبوع اللي فات أنه أنت بتكلم أن احنا فعلا استقبلنا 104 جنسية لغاية دلوقتي في مدينة العالمين. فأنا أعتقد أنه وده ما كانش موجود على فكرة السنة اللي فاتت ولا السنة اللي قبلها، كان قليل جدا لما تشوف جنسيات أجنبية في العالمين، ولكن دلوقتي من العادي، ودي أنا يمكن دي أول مرة يعني أول سنة أشوفها في حياتي، يعني من العادي أنك تشوف في العالمين أو في الساحل الشمالي تشوف جنسيات أجنبية من جنسيات من دول أوروبية وجنوب شرق آسيا، وطبعا يشرفنا وجودهم طبعا عندنا فوق راسنا يعني.